أهلا وسهلا بكل متابعينا عبر شاشة الشروق، ومن ليالي الحقيبة سعداء جدا أن نلتقي بفنان قامة الأستاذ جمال النحاس، الفنان المعروف لكل الناس اللي بيتابعوا دائما وبيحضروه وبيشوفوه دائما في أمسيات مختلفة وفي أماكن مختلفة وفي دروب الإعلام المختلفة. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال النحاس، وأنت عضو أصيل، أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالتيم العامل، مرحبا بكل الحضور الأنيق الذي سجل حضورا أنيقا في هذه الأمسية ليستمتع بالغناء الجميل والجيد. وتحية لقناة الشروق على حضور الأنيق لتغطية الليالي الثقافية في وهي يعني يمكن تكون حصل الشراكة ما بينه وما بين الاتحاد لتغطية كل البرامج اللي تعد في اتحاد القناة الشعبية الراتبة كل سبت، كل أسبوع بكل سبت. وتحية عبركم أيضا للجنة التنفيذية، وأيضا أحيي وأشكر اللجنة الثقافية، يعني لها دور كبير جدا جدا في الإعداد للبرامج عشان بطريقة مبسوطة وجميلة للجمهور المشاهد وللبث الجميل بتاعكم. فهي طبعا بتبذل مجهود كبير عشان تعد البرنامج وتختار الفنانين، وحتى انه الفنانين عندهم دور برضه وعندهم رسالة بيقدموها. ده حضورك اليوم هو ذاته دي رسالة أنت بتقدمها أستاذ جمال النحاس، ومشاركة لفن اتحاد القناة الشعبي في أنه يقف من جديد وترجع له هيبته زي ما الناس عارفين، زي ما الناس عارفين أنه فن اتحاد القناة الشعبي تحديدا هو مدرسة. أيوة مدرسة كبيرة، صرح كبير في عمالقة من الفنانين رحلوا الموجودين، نسأل الله الكريم عبد الله ونسكمة الباس والقلع ربنا يدي وبلبل الفلاح وغيرهم، ربنا يديهم الصحة والعافية، ويعني إن شاء الله نرجو منهم الكثير العطاء الفني الممتد في الساحة الفنية. لكن المنتديات عندها كمان رسالة يعني عظيمة جدا جدا، بتنشر الحب وتنشر السلام وبتنشر التسامح وكل حاجة جميلة، تنشر الجمال في أوساط المجتمع. أستاذ جمال، واحدة من الحاجات اللي بتقدمها لنا الأمسيات الثقافية والليالي وليالي الحقيبة تحديدا هي الأجيال، تواصل الأجيال ما بين الزمان والآن، ونحن شايفين الآن وأنت شايف وحاضر إنه الفنانين الشباب الصغار ومحبتهم للأغنية الشعبية أغنية الحقيبة. أي طبعا أنا شاهدنا في الفترة الماضية وحتى الآن في تواصل أجيال في المجال الغناء الشعبي. نعم. ودي افتكر يعني حاجة جيدة زول يعني افتخر بها لأنه اتحاد الغناء الشعبي باسم اتحاد الغناء الشعبي، ومحمد أحمد عوض وناس المجموعة الفاتت دي كلها كانوا أرسوا قواعد الفن الشعبي في السودان عموما وفي اتحاد الغناء الشعبي خاصة، وهم لا زال يعني هم يعني رحلوا لكن سيرتهم الطيبة موجودة بغناء اليوبس، والناس يعني تواصل الأجيال يتواصلوا من خلال الفن وتواصل الحياه الجميله والاختيار الجميله، والشباب الان يشكلوا حضور انيق في المجال الغناء الشعبي، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المجال بتاعهم، وان شاء الله ربنا ينجحهم. استاذ جمال، لكن خلينا نشوف انت زرتهم الفنانين الصغار اللي هم الان بيغنوا اغنيات الغير وهم حابين غنى الحقيبه والغناء الشعبي، كيف ممكن تصححون في اخطائهم؟ كيف ممكن تكونوا اساتذه لهم فعلا في انه توروهم الطريق الصحيح عشان ما يصيروا يخطوا في نفس خطواتهم؟ كلامك ده كلام جميل. انا اقوم اسال سؤال، اطرح سؤال والاجابه اجيب عليه. المدرسه بتيجي للطالب والطالب يمشي المدرسه. الطالب يمشي المدرسه. طيب احنا كمراجع اي زول حس بنفسه هو في عنده القصيده المعرفه الحقيبه دي فيها كلمات يعني لو غيرت منها حرف تديك معنى اخر، يعني مثلا العرف وعرف. صحيح. العرف ما يتعارف به الناس، والعرف العرف والعرف العرف وما يتعامل به الناس في تعارفهم، والعرف هو عرف الزهور.
لما نقول عرف الزهور معناته كذا. مثلا عبرتي وعبرتي كلمه واحده ما في كل زهور يقرأ، لكن لما تكون فيها جمله اضافيه بتديك المعنى. استاذ يمن احنا محتاجين منك معناها سلسله بتاعت حلقات عشان ما نتعرف ذاته على الكلمات والاغنيات، وندي الشباب اللي هم بيتابعونا وبيكونوا مشاركين دائما في الاتحاد حقهم، وانه نوريهم شنو الخطوات الصحيحه. انا شاكره لك، وكلمه اخيره ممكن تقولها لكل الناس اللي بيتابعوك وبيحبوا استاذ الفنان جمال النحاس. انا اول حاجه شاكر لكم انتم على الاتاحه الفرصه للحديث، وبحيي الشباب كلهم الفنانين المنضمين والما منضمين، لكن بقول لهم حاجه واحده، الزول عشان يتبع سير صحيح لازم يكون عنده مرجعيه. المرجعيه دي بتثبت اقدامك وتصلك للشيء داير انت. الرجاء خاص انه وانه لابد انه يكون الفنان يبحث عن المرجعيه وتواصل مع جيلك قبله عشان ما ياخذ منهم. نحن شاكرين لك، وحنتواصل معك اكثر واكثر. شكرا جزيلا لك الاستاذ الفنان جمال النحاس، وده دعم كبير جدا دوي ان دل يدل على تواصل الاجيال، ونحن من داخل فن اتحاد الغناء الشعبي بام درمان متواصلين معكم عبر ليله الحقيبه. اهلا وسهلا على يميني الفنان الذي اطربنا واسمع كل الحاضرين وكل المشاهدين، اهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليك. الله يبارك فيك يا استاذ، الله يسلمك. والله الحقيقه بتنضم لاتحاد فن الغناء الشعبي من فتره طويله، لكن الظروف يعني ما اتاحت لي انه انا اواصل. طيب مشاركتك اليوم؟ والله مشاركتي اليوم دي كانت عبر سنين. والله العظيم لا عبر، وبعد ما جيت لقيته مستعجل كده وخشيت معه. لا ما شاء الله عليك حافظ وحاضر واداء كان جيد واطرب فنان. لو ما كانوا مارسين معي من بدري ده الشيء ده كان قديم. لو ما كانوا طلعوا بس يبقى الكورس ده هو مهم جدا، مهم شديد، والمفروض نحن نكون يعني متواصلين في البروفات حتى بعد ذاك نجي نطلع عليه. لكن مثلا انا حبيت انه اسهر شويه كده لحد ما ربنا يهوي الليله قدام، لكن غنيت من بدري جدا. انا من الجزيره كنت متاثر بالفنان عبد الله محمد، والله تاثير شديد. انا من يوم ما سمعت عبد الله محمد ده كان لي مطل للفن الشعبي بصراحه، يعني والله العظيم. على صاحب اليوم في الاتحاد الغناء الشعبي، شكرا جزيلا. اي والله غنيت طبعا من بدري جدا، بديت اغني عبد الله محمد ده من انا صغير، يعني عمري 5 سنين كنت في قسم القربه مصنع حلفه جديده، لحد ما سجلنا عمل في الاذاعه كورونا هناك الاذاعه سجلنا لهم عمل مصنعنا الزاخر بالسكر في شرق البلاد من الحق زمن كان 69 تقريبا. من الفرصه دي والله ما لقيت ثاني فرصه عشان امارس العمل لظروف كده، وسافرت برضه برا يعني. حتتواصل مشاركاتك من داخل اتحاد الغناء الشعبي؟ والله هسه بعد كده ان شاء الله حواصل واقدم الشعراء الموجودين هنا بكميه، يعني ان شاء الله الواحد بعد ذاك يتعامل معاهم ويقدر ينطلق يضيض يعني الحكايه دي تاني. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك، شكرا لك يا استاذ. اذا نتواصل معكم من داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، وكل الناس اللي بيتابعوا ليالي الحقيبه تابعونا وكونوا معنا وحيتعرفونا. ايضا فنانين هم موجودين معنا الان وحيكون حضور، وكل الناس اللي بتتابع الحقيبه هي حتكون حاضره معنا عبر شاشه الشروق الفضائيه. ولما نقول حقيبه كثير من الناس اللي بيسمعوا الحقيبه وبيحبوا الحقيبه والغناء الشعبي هم بيكونوا مستمتعين جدا بالحضور ايضا من خلال الغناء الجميل وغنى الاصاله والعراق. انا دائما بقول وام درمان فن دار اتحاد الغناء الشعبي هي تزخر بكثير من النجوم والفنانين وتغنوا للحقيبه وايضا الغناء الشعبي. ايضا كمان شكرا لكل الفنانين الكبار اللي بيأتوا مخصوصا اللي اتوا الان اليوم عشان ما يكونوا حضور هم كمان ويدعموا مسيره الفن ومسيره الغناء الشعبي. اهلا وسهلا بكم، ويتحفنا وحضور معنا الفنان القادم باذن الله، حنتابعه حنكون معاه وحتتواصل سيرتنا وحنكون متواصلين من خلاله لحين بدايه الليل ان شاء الله. تتابعونا وابقوا معنا عبر هذه الامسيه المختلفه من ليالي الحقيبه. Thank you.
يا اخوانا صاحب الارض الفر قافل الشارع وقافل الرجاء يعني. شكرا.
اهلا وسهلا بكل متابعينا عبر شاشه الشروق الفضائيه ومتواصلين معنا عبر ليالي الحقيبه. نلتقيكم ونحن من داخل فن اتحاد الغناء الشعبي بام درمان ليالي الحقيبه والطرب والغناء الشعبي. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك يا فنان ومنور اليوم. اهلا بك والله نور عندكم انتم. الله يديك العافيه. يديك العافيه الله يخليك. كيف مشاركتك اليوم؟ طولت من المشاركات في المنتديات ولا على طول اتحاد مشاركات؟ لا سنتين شوي انا ما شاركت نهائي، لكن ان شاء الله لي عوده يعني. ان شاء الله. وشايفين احنا العوده كانت عوده قويه يعني. ان شاء الله وحكون اقوى كمان ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لسه مواصل الاغنيات والفن من خلال الحفلات المختلفه والاعراس، والحفلات دائما بتكون في المناسبات حقت الاهل والبيوت بتكون اجمل طبعاً. لكن المنتديات هنا ثقافيه اكثر. مواصل في الحفله؟ طبعا مواصل بنفس الكوره. بنفس الكوره، وبعدين بجانب كده انا عندي فرقه موسيقيه في اتحاد الموسيقيين يعني. انا طبعا عندي عندي عضويه في اتحاد الموسيقيين. يا سلام. هاي من 2008. طيب حتكون حضورك على طول من داخل الاتحاد للمشاركات المختلفه، ولا انت بعيد من الاتحاد الا لما تحصل لك دعوه مثلا؟ لا والله يعني حاجه عاديه جدا انه تحصل دعوات ويعني الواحد بيشارك فيها. نعم. ما بقصر يعني. يا سلام. اي أيوة والله. شكرا لمشاركتك اليوم، وان شاء الله احنا نشوفك مرارا وتكرارا من داخل فن اتحاد الغناء الشعبي بيوم من الايام. الله يرحمه. ممكن هدية؟ جدا طوال تفضل. اهدي يا عبد الوهاب الطيب مصطفى، ومصطفى الطيب مصطفى، ولكل المغتربين يعني خارج السودان وداخل السودان. لك التحية. شكرا جزيلا لك، والتحية لكل الطيور المهاجرة اللي بتابعنا، ولكل محبي الغناء الشعبي وغناء الحقيبة، ولكل متابعينا عبر هذه الليالي من داخل فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. ويجمل هذا المساء أيضا فنان مبدع وقامة في الفن السوداني الأستاذ مصعب مغاوري. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. مرحب بك يا أستاذة، ومرحب بغناة الشروق الغناء الحبيبة إلى نفسي حقيقة، سودانيين يعني كل السودانيين في يعني اقصى البلاد وادناها يعني حقيقه يعني. مصعب نحن مبسوطين بمشاركتك الان، وشايفين المشاركات نوعيه ما بين اجيال مختلفه، اجيال الحقيبه والاختلاف اللي حاصل الان احنا شايفينه في فن اتحاد الغناء الشعبي. نعم، هذا يعني هذه الصفه يعني يتميز بها اتحاد فن الغناء الشعبي، ذلك يعني الارث الحافل بالثقافه السودانيه الممتدة يعني قبل قرون مضت يعني. فالفترة بتاعت عتيق، الفترة بتاعت يعني ما شاء الله الكثير من الشعراء يعني هي ذاخرة بكل الجيل يعني بدون فرز يعني مع الأساتذة الفنانين كمان. يوم التحية وهم بيكونوا حضورنا يكونوا موجودين هذا الغناء الشعبي، حنسمع شنو الليله مصعب، شنو اللي حيسمعنا وشنو من الحاجات؟ بتكون حريص للجروفات يا مصعب انك تبرب عشان ما تجي تقدم امسيه مختلفه؟ والله في طلبات كثيره، لكن ان شاء الله حيكون من ضمنها يعني للاستاذ الغامه يعني اللي هو اس الغناء السوداني الاستاذ ابراهيم الكاشف والمؤسس الموسيقي للموسيقى السودانيه واغاني الحقيبه ان شاء الله يعني مختلفه باذن الله. ان شاء الله. شكرا لمشاركتك، وهل مشاركتك حتكون مستدامه يا مصعب من خلال الاتحاد، ولا بس لما تحس انه انت عايز تقدم رساله بتقدمها من خلال الاتحاد؟ والله المشاركه يعني مستمره يعني تواصل اجيال، و يعني مواصلاتنا كثيره يعني في على مستوى مركز شباب ام درمان او الاتحاد او يعني الحمد لله يعني، ولكن يعني في الغنى الاصيل والغنى يعني انا في رايي الذي يحق ان يستمع يعني. يا سلام. نحن الليله مبسوطين انه نسمعك، وكل المشاهد اللي بيتابعنا مباشره عبر ليالي الحقيبه هو في شغف انه يسمع مصعب مغاوري بكل شغف بعد عوده. والله شاكر جدا لهذه الغناء الفتيه غناة الشروق، وبرسل التحايا من هنا لاهلي في قريتي المغاوير غرب شندي، وعبرها لكل الجاليات في قطر والامارات وكل الذين ينتظروننا حقيقه. مصعب مغاوري وحنسمع السودان الجميل يعني،
وأقول كل سنة والشعب السوداني بخير وطيب، وأترحم على فقيد الفن الأستاذ مصطفى السيد أحمد والأستاذ محمود عبد العزيز يعني في ذكرهم، وأتمنى أن نقضي سهرة جميلة مع تلك الغناء الحبيبة إلى نفسي قناة الشروق. شكرا للفنان مزعب مغاوري، ونحن موعودين إن شاء الله بسماع أغنيات جميلة من خلالك. إذن يتواصل هذا الحفل الساهر والساحر من داخل الاتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، وتتواصل هذه الأمسية مع الشاب مصعب مغاوري. نسمع ونعاود من بعدها، وقبل ما نسمع معي ضيف حيكون من خلال هذه المساحة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ ومساء الخير عليك. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساءك، بارك الله فيك يا بنتي. الله يبارك فيك أستاذ، مشاركتك اليوم حدثنا عنه، وخلينا نتعرف عليك من الأول. تفضل. الحي سعيد المغواري. يا سلام. مصعب المغواري هو ابن أخي وابن أختي. ده تشجيع منك ولا دعم كبير؟ ده حقيقة. لا دعم منك تجي وتجيف معاه؟ نعم نعم. بتكون حريص انك في المنتديات والمشاركات الفنيه؟ من سنه 69 انا متابع من زمن عمنا احمد يوسف الله يرحمه من منطقه المغاوير ذاتها. يعني هم كثر، احمد يوسف، عمر بشير رحمه الله عليهم، احمد علي سجنينا، محمد علي سجنينا، احمد علي احمد اخوه طوالي عندنا ود اخوتنا. المغاوير انجبت فن وغنى الحمد لله، انجبت هم كثيرين يعني شعراء وفنانين. احمد علي احمد، محمد علي سجنينا، احمد يوسف، ابراهيم المهدي، خضر عضيكري، عشان ما تنسى زول كميه والله يعني علي كثيرين هم شعراء وفنانين. وعندنا بهيج عبد اللطيف هو بيقدم برنامج نمات ليل في اذاعه الرياضيه. نحن ما حنسألك من مصعب لأنه شهادتك فيه حتكون مجروحة، لكن تتوقع أنه مصعب اليوم حيطرب كل السامعين؟ نعم، مصعب ولد حفيد الشاعر الكبير عبد الله شاع الدين، وهو يعني بيغني للكاشف، بيغني هنا الرصين، والله يا المغاوير يعني أنا أفتخر بمصعب وبالمغاوير اللي أنجبته. تحية لناس المغاوير وتحية لمصعب، شكرا جزيلا لك. انت خيرا يا بنتي، بارك الله فيك. نتواصل معكم من داخل الاتحاد، وكثير من الناس منتظرين مصعب، ومصعب حيتحفنا. خلينا اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك يا استاذ. حياك الله، حياك الله يا استاذه. اهلا بك. خليل بابكر احمد النيل من ابناء الاتحاد، من محبي فن الغناء الشعبي. نرحب بتردع الاتحاد كثيرا يعني. والله يعني الاتحاد في الفتره دي بالذات يعني فتره من اجمل الفترات. نعم. الاتحاد بالنسبه لي انا زي مستشفى لياركر، بجن هناك تعبان، بجن بسمع الغنى ده برجع مرتاح. وانا من هذا المنطلق بناشد يعني الاخوه في اتحاد فن الغناء الشعبي انه يعني يمشوا لقدام اكثر. خلال تواجدك في الاتحاد شنو الحاسس انه الاتحاد محتاجه عشان ما يرجع لسيرته الاولى؟ الاتحاد يا استاذه بيحتاج فعلا لمساعده. الناس دي واقفين وقفه جامده وبيقدموا يعني بفضل الاتحاد اكثر من بيوتهم. واقفين وربنا يوفقهم. بيوتكم اكبر دعم للاتحاد وجيتكم دائما، حروص حضوركم على حرص انكم تدعموا الاتحاد. والله حقيقه، والله حقيقه يعني الناس دي ما مقصرين، ودي يمكن تكون اجمل فتره. الفترة الحالية السعودية بقدوم الشباب ديل، الفترة بتاعة الترباس وكبار الفنانين، ونحن بعتبر انه الفنانين الكبار ديل يعني الشباب ما يستغنوا عنهم، يكونوا قريبين منه ويستفيدوا منه اكثر، وان شاء الله يعني حينطلقوا لقدام. شكرا جزيلا لحضورك. الله يبارك فيك. تواصل الاجيال اللي احنا شايفينه الان في الاتحاد بيخليني استضيف اصغر ضيف معانا في الاتحاد. خليني اتعرف عليك. ازيك؟ انت منو؟ رماح. رماح؟ رماح جيت لشنو الليلة؟ داوي ساعدة. ابوك؟ قاعد تحب الغنى يا رماح؟ ها؟ بتكون مبسوط؟ بتقول شنو لغنى الشروق؟ الناس بيشوفوك، هسه الناس بيشوفوك، كلهم بيشوفوا رماح. التلفزيون. هسه بيشوفوك في التلفزيون هاي. سلم عليهم. شكرا يا رماح. إذن تواصل هذه الليلة سهرة، وتواصل الغناء من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وسهرتنا متواصلة عبر الليالي الحقيبة. تابعونا وابقوا